عندنا في النية أمران مهمان لا بد من الانتباه إليهما. أن النية أحيانا في الاعتكاف يؤجر عليها المرء وإن لم يفعل، فإن بعض الناس يدخل الاعتكاف ينوي اعتكافا يوما أو يومين كاملين، ثم يعرض عليه عارض فيخرج من اعتكافه، أو يكون في أثناء مدة اعتكافه يخرج لحاجة مبيحة له الخروج من المسجد، فحينئذ يؤجر على نيته وإن لم يلزم المسجد. فحينئذ النية بالمكث مدة كعشرة أيام أو يومين يؤجر عليها المرء، وإن قطع الفعل لحاجة أو خرج لحاجة مبيحة للخروج كقضاء حاجة أو أكل وشرب، سنتكلم عن متى يخرج من معتكفه. ولذا نعلم أن نية المؤمن أبلغ من عمله، وقد جاء فيه حديث عند الديلمي في مسنده، ولكنه وإن لم يثبت إسناده إلا أن معناه صحيح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أقواما بالمدينة ما رقيتم جبلا ولا مشيتم في واد إلا كتب لهم من الأجر ما لكم حبسهم العذر. إذن النية وإن لم تكن شرطا في الاعتكاف عموما إلا أنها سبب للأجر كما ذكرت لك قبل قليل، وإن قلت إنها ليست بشرط فإنه بناء على القول الثاني الذي يرى أن مطلق اللزوم كاف عن النية.